عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا فيكم فيديو ضاف جديد. فالفيديو إن شاء الله راح نتكلم عن شيء جبار يتعلق بجهاز دريم كاست. طبعاً إحنا راجعنا الجهاز في واحد من الحلقات الرئيسية وتقدون تشيكون على الحلقة. لكن الشيء اللي بتكلم عنه في الفيديو هذا عن قطعة تركبها في جهاز دريم كاست ومن دورها إنها تساعدك في تشغيل أكثر من لعبة على جهاز واحد وبمكتبة كبيرة. شو القطعة هذه؟ الحين بتيكم سالفتها. القطعة اللي راح نتكلم عنها هي القطعة هذه. هالقطعة اسمها GDEMU Pro. شو وظيفة هالقطعة؟ انك تركب فيها الاس دي كارد ويكون فيه رومات وتلعب العاب دريم كاست عليه. بصراحة هالقطعة يعني جبارة وجدا مريحة. لكن ميزة القطعة اللي عندي هذه انها مسوية على ثيم شعار شركة أمبريلا من زنيبل. والحين بنركب القطعة على الجهاز هذا ونشوف.
يوم تشبكون الاسدي كارد على الكمبيوتر وتأكدوا ان الملفات تكون مرقمة بالشكل هذا اللي تشوفونه. في الملف رقم 1 حط برمجة GDEMU ولازم يكون بمسمى desk.cdi. البرمجة هذه بتلاقونها على النت ومو بصعب انكم تحصلونه. اما باقي ملفات تحطون فيها رومات الالعاب وتكون مرقمة طبعا بمسمى desk. في شرح تفصيلي لهالشيء على اليوتيوب وبتحصلونه بكثرة، وما اقدر احطه في هالفيديو عشان ما نطول عليكم وايد. والحين نحن هني شغلناكم الجهاز هذا، هني المنيو مثل ما تشوفون وفي لستة العاب، والحلو انكم ترمون تشوفون الكفر مال العاب يوم تحركونه يعني واحد واحد. وعلى فكرة تقدرون بعد تحطون ثيمات، وفي شرح لهالشيء على اليوتيوب، يعني شوفوا مثلا شعار كوما هني فوق. والحين بشغل لعبة على السريع وهي لعبة ريزيدنت ايفل. ولاحظوا كيف انها شغالة 100% وبدون اي مشاكل. والحين شغلناكم كابكوم فيرسس سنكيتو، وللعلم هذه من افضل العاب القتال على الجهاز. مثل ما تشوفون الشغالة هي الاخرى بشكل جيد. والحين قاعد نشغل لكم سونيك ادفنتشر 2. للعلم هاللعبة راجعناها قبل في واحد من حلقات رئيسية، بس عموما التشغيل ممتاز جدا وما في اي مشاكل. واخيرا شغلنا لكم لعبة نايت مير كريتشرز 2، لعبة رعب اكشن. وللأمانة هاللعبة من الالعاب الجدا مميزة على الجهاز، وهي بعد موجودة على البلاي ستيشن 1، لكن احنا نوصي بنسخة الدريم كاست لانها شغالة على 60 اطار. والحين بنشغل لكم نيو جيو سي دي. للعلم ترى نيو جيو سي دي لا برمجة خاصة، مش نفس برمجة الدريم كاست. طبعا نحن تعبنا في وضع الثيمات مثل ما تشوفون، هذا ثيم خاص بالأخ كوما وهو سواه، ولما نسوى شغل جبار عليه. وطريقة البرمجة نفس ما قلت لكم بتحصلونها بالنت، ويباله الشرح وايد طويل، لكن احنا نبغى نختصر لكم الموضوع. وحطينا لسة الالعاب اللي تشتغل فقط، لان في وايد العاب على نيو جيو سي دي ما تشتغل، فحطينا اغلب اللي يشتغلون وهالالعاب اللي حطيناها. والالعاب اللي تشوفونها هي الالعاب اللي تشتغل 100% بدون تقطيع وبدون اي مشاكل. والحين بشغل لكم احد الالعاب. يوم تشغلون لعبه بتشوفون هالمنيو قدامكم. طبعا تقدرون تختارون الريجن والفريمسكيب وهالاشياء وتعدون على اللعبه قبل ما تشغلونها. بعدين اختاروا رن. مثل ما تشوفون الحين شغلنا لعبه 3 كاونت باوت، لعبه مصارعه اركيديه حلوه، وانا اشوفها من افضل العاب على الجهاز ككوني انا احب المصارعه طبعا. عشان تطلعون من اللعبه بس تضغطوا على الزر ال ضغطه خفيفه وبتردون. والحين شغلنا لعبه دبل دراجون، وهذه لعبه قتاليه جدا ممتعه وجدا ممتازه، وانا انصح فيها بصراحه. واخيرا شغلنا لعبة كروس سورد 2. للعلم هاللعبة حصرية فقط على نيو جيو سي دي، ومو موجودة على نيو جيو اي اس، فقط على نيو جيو سي دي. لعبة جدا فريدة من نوعها وميزة، ولحسن الحظ ها من الالعاب اللي تشتغل على الجهاز. على كل حال هذا بمجرد استعراض سريع عن طريقة تشغيل الالعاب. وصل الختام. طبعا اللي بيسأل عن الكيس او الغطاء الخارجي خاص بالجهاز، فهذا حصلناه بموقع ايباي، وبتلاقون وايد انواع واشكال. انا بقولكم شو المغزى من القطعة هذه اللي ركبناها، سواء اذا انت كوليكتر او غير كوليكتر. اذا انت غير كوليكتر يعني بوفر عليك فلوس، انت ما راح تضطر انك تشتري العاب وتاخذ العاب نادرة. هذا بالنسبة كوضعك يعني كغير كوليكتر. لكن اذا انت كوليكتر
شو المعاناة اللي انت بتعانيها؟ مثلا ان عندك العاب نادرة مقطصة ما تبطلها، او عندك كومة مكدسة صعب عليك انك تطلع الالعاب، فالقطعة هذه يعني بتوفر عليك، بتريحك وما بتعور راسك. زين، وخل نوه يعني نفس ما رويناكم، ترى القطعة هذه تشغل العاب البليم زاد العاب النيو جيو، لكن في اشكالية بسيطة في العاب النيو جيو والعاب البليم. في العاب ما تشتغل على القطعة هذه، لكن العاب دريم كاست لا تحاتون، يشغل كل لعبة دريم كاست، وهذا اهم شيء اصلا لانه هو في النهاية جهاز دريم كاست. واشوف القطعة هذه تسوى وزيادة. يعطيكم الف عافية متابعة.